بصراحة أرادنا. فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب، مدير الإعلام والعلاقات العامة في دائرة الإفتاء العام، أسعد الله صباحك دكتورنا. يسعد صباحك. الله يقويك ويعطيك ألف عافية. حياكم الله يا سيدي. فضيلة الدكتور، شو الفتوى بما يخص موضوع خلينا نقول إنابة شخص ما بالحج أو عمرة عن والدي أو والدتي بهذه الطريقة التجارية، حتى نبدأ من هذا وننطلق مع إخواننا اللي بيشتغلوا على هذا الأمر؟ تفضل يا سيدي. من حيث المبدأ، بغض النظر عن التفاصيل، أنا لا أتحدث عن وقائع يعني بشكل تجاري أو التجاري، نحن نتحدث عن أصل شرعي. وهو أنه جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام يا حبيبي، فقالت له: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة، يعني لا يستطيع أن ركوب الراحل إلى نعم. مكة، وبالتالي هو عاجز عن هذا، غير مستطيع. فقالت أفأحج عن أبي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أبيك دين فكنت قاضيته؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق بالوفاء. فكأنه قال لها يعني الجواب أنه لك أن تحجي عن أبيك، لأنه هذا دين لله سبحانه وتعالى، كما يجب عليك أن تقضي دين العباد، فدين الله أحق بالوفاء. فمن هنا أخذ العلماء أنه كل إنسان لا يستطيع أن يحج بنفسه بعذر وجد عنده، له أن يوكل شخصا بالحج عنه. طيب، هذا بالنسبة للقاعدة العامة. الأمر لما بيكون بإني أنوب بالحج عن شخص ما، تطوع أو لقاء بدل بيفرق سيدنا الشيخ؟ لا، له أن يتطوع بهذا ولو أن يأخذ أجره على ذلك. يعني أنا ممكن أن أستأجر شخصا ووكل شخص لقاء بدل ليحج عني؟ نعم. بغض النظر، ولا لازم يكون في ظروف معينة أنا داخل فيها حتى أقدر أني أنا أوكل هذا الشخص أو أفوضه؟ أول شيء، هذا الشخص ينبغي أن يكون قد حج عن نفسه، يعني الذي أوكله. يعني هو أدى فريضة الحج حتى يستطيع أن يحج، يعني أسقط الفرض عن نفسه بداية. هذا أولا. الأمر الثاني، أن حج عني فقط، يعني بعض الناس يجوز يأخذ حج عن 3-4 أشخاص مقاولة، يعني باكج. باكج. أوكي، فهمت. ولكن هو يجب أن يكون هنالك تأكد بأن نية هذا الشخص وأداؤه لهذا المنسك عني أنا فقط. النية في القلب، أنت تعرف، يعني تبحث عن الثقة أو تبحث عن إنسان قريب يعني يهم أمرك، وبالتالي يعني ما الذي يذيك إنه هذا أخذ من 5 أو 6 سيحج عنهم؟ يعني قضية النية في القلب، والله لا يستطيع أن يدري، لكن هو يعتمد على الثقات. إنسان ثقة يعني ظاهره التقوى، أو إنسان قريب يعني لن يغشه، يعني مثل ولده مثلا. إذن لا يوجد أي تجاوز أو عدم مشروعية لأخذ هذا الموضوع خدمة مقابل خدمة مدفوعة الأجر؟ لا طبعا، أنت استأجرت هذا الإنسان، وبالتالي تتكلف بالتكاليف الحج اللي هي أنت بتلزمك، وبالإضافة لأجرته، لأنه إذا أراد الأجرة، أما إذا أراد أن يفعل هذا الفعل وجه الله فهو مأجور أيضا. أيوة. هذا جائز وهذا جائز. بدنا نشكر فضيلتك جزيل الشكر، بارك الله بك، وشكرا على هذه الفتوى والتوضيح لمتابعينا الأكارم. الدكتور حسان أبو عرقوب، مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة بدائرة الإفتاء العامة، شكرا لك يا سيدي، بارك الله بك. شكرا.